طرطوس حيث الجمال والوداعة وقصص العشق المنثورة على الوديان والجبال. وفي مدينة الشيخ بدر تقع قرية السوراني. والسوران من أجمل قرى منطقة الشيخ بدر، تميزت بطبيعتها الخلابة وغاباتها وأشجارها المعمرة. وعندما بني فيها السد الذي وهبته اسمها عرفت به وعرف بها، وقد زادها جمالا على جمال، فغدت جنة من جنان الساحل. وقد أتى مشروع إنشاء السد في هذه القرية كمشروع متمم لما تمتاز به هذه البلدة جغرافيا، حيث تكثر فيها الينابيع، وقد أحصي فيها ما يزيد على 20 ينبوعا. أضف إلى هذا طبيعة المنطقة الملائمة حيث تنحدر جبالها بشدة، مما يؤدي إلى وجود أودية مناسبة لتجميع وإقامة السد. سد السوراني من السدود المهمة في المنطقة الساحلية. يقع سد السوراني في منطقة الشيخ بدر في أعالي نهر مرقية على وادي السعنونية، وهو أول سد في سوريا ينفذ بشاشة إسفلتية، سد ركامي بشاشة إسفلتية. بدأ التنفيذ بالسد في عام 1998، ووضع بموضع الاستثمار في 26/1/2004، أي منذ عام 2004 وحتى الآن السد يخزن بطاقته النظامية 4.5 مليون متر مكعب. طول جسم السد 240 متر، عرض قدم السد 199.5 متر، عرض القمة 5 متر، ارتفاع السد 41 متر و30 سنت. يحجز خلفه بحيرة، حجم التخزين للبحيرة 4.5 مليون متر مكعب بمساحة سطح 34 هكتار، طول البحيرة 2225 متر، مساحة الحوض الصباب 76.65 كيلومتر مربع، وهو مخصص لتأمين مياه الشرب للقرى المحيطة بمنطقة السد. ردمية سد السوراني تتألف ردمية سد السوراني من حجر من المقلع القريب من السد بقطر من 0 حتى 80 سنت، يليها طبقتين من الفلاتر F1 و F2، بعد ذلك يأتي 3 طبقات من الإسفلت، طبقة نفوذة بسماكة 10 سنت وطبقتين كتيمتين ببحص عدسي، سماكة الطبقة 6 سنت. وفي نهاية الطبقات الإسفلت هناك دهان من طبقة الألومنيوم العاكسة لأشعة الشمس. ويهدف السد إلى تغذية منطقة السوراني بالمياه، وهذا السد مكون من الركام الصخري بإكساء بيتوني إسفلتي وسن بيتوني عند القدم الأمامية لجسم السد، وتحت هذا السد سنارة الحقن
ويبلغ ارتفاعه نحو 41 مترا ونصف المتر تقريبا. وعليه مفيض مكشوف جانبي بسعة تصريف يصل إلى 178 مترا مكعبا في الثانية. بالإضافة إلى جسم السد هناك المفيض المكشوف. المفيض المكشوف يبدأ المفيض المكشوف بالهدار، طول الهدار 30 متر، ارتفاع عتبة الهدار 2.07 متر، وهذا الارتفاع يصرف غزارة تقدر ب 178 متر مكعب بالثانية. يبتدئ المفيض بالمنطقة الانتقالية، طول المنطقة الانتقالية 30 متر، عرض المفيض المكشوف 12 متر، بعد المنطقة الانتقالية تليها منطقة ذات ميول أكبر بطول حوالي 263 متر، ينتهي المفيض المكشوف بحوض التهدئة بطول 28 متر. تم إعادة تأهيل الشاشة الأسفلتية في السد بطبقة من دهان الألمنيوم في عام 2011، وتم إعادة هذه الطبقة وتنفيذها بعناصر الموجودة في السد. أهم ما يميز هذا السد أنه الأول في سوريا أنشئ لتخزين مياه الشرب. ومن الجدير بالذكر أن هناك الكثير من الدراسات الجيولوجية والبيئية لتحليل مياه السد للتأكد من عدم وجود تلوث بها، وذلك لتحقيق الغاية التي أنشئ السد من أجلها، وهي تأمين مياه الشرب الصالحة والنظيفة. الآن في قسم مركز معلومات الموارد المائية، وهو أحد أقسام الإدارة في مديرية الموارد المائية. هذا القسم مسؤول بشكل أساسي عن جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بالمياه. يقوم القسم بجمع البيانات حقليا ومن الجهات الأخرى ذات الصلة، ويهدف هذا المشروع بالهدف النهائي إلى بناء نظام معلوماتي رقمي قادر على جمع البيانات المائية متضمنة البيانات المناخية والبيانات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية، جمع هذه البيانات وتصنيفها وتحميلها إلى بنك معلومات، ليصار لاحقا إلى تحليل هذه البيانات وإنتاج التقارير وفق الطلب وبما يلبي حاجة مشاريع المديرية. هذا النظام المعلومات الرقمي له شقين. الشق الأول هو التجهيزات والعمل الحقلي. التجهيزات الحقلية مكونة من محطات متنوعة لقياس غزارات المياه في المجاري المائية، غزارات المياه السطحية ومناسيب المياه الجوفية، بهدف تقييم الموارد وحسابها بشكل دقيق. بعض هذه المحطات هي محطات رقمية آلية تقوم بتسجيل البيانات بفاصل زمني يصل إلى 10 دقائق، بما يوفر بيانات دقيقة وبفواصل زمنية صغيرة من أجل التحليل الدقيق للبيانات المائية. يتم جمع هذه البيانات بشكل شهري من المحطات الرقمية، ويتم جلبها إلى المركز حيث يتم تدقيق هذه البيانات ومن ثم تحميلها إلى قاعدة البيانات. أعطى
أعطى السد للمنطقة قيمة سياحية كبيرة من خلال المناظر الجميلة والساحرة للبحيرة، وساهم في إقامة عدد من المشاريع السياحية ورفع قيمة الأراضي المجاورة له. وسيخدم هذا السد منطقة السوران بالمياه إضافة إلى عدد من القرى المجاورة. بين الجمال والجبال، ماء وسهل وجبل، وإنسان سوري صنع من الماء آية من جمال تنبض بالحياة. إنه سد السوراني بين الحقيقة والخيال، استراحة تحط عنده النفس تعبها وتغرق في مياهه أحزانها.